نعم شكرا، سأضيف دليلا على مدى أهمية العراق لدى العالم، حيث أن أولى اجتماعات وزير الخارجية سيد بلينكين كانت مع رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني، وأنا محظوظة جدا بلقائكم لكي أحصل على معلومات أكثر من معاليكم. شكرا جزيلا، شكرا لإدارة المؤتمر لقناتكم على إتاحة هذه الفرصة للحديث عن العراق. العراق اليوم من وجهة نظر رؤية حكومة جديدة، بالتأكيد العراق اليوم يختلف كليا عن العراق الأمس. لم يعد مشكلة أمنية أو سياسية أو جزء من مشاكل مكافحة الإرهاب بقدر ما هو اليوم مفتاح للحل في المنطقة. العراق هو حجر الزاوية لنظام إقليمي مستقر مبني على التعايش والتعاون والشراكات الاقتصادية التي تخدم دول المنطقة. الأولويات تغيرت بفعل التحديات. أولويات حكومتي التي تشكلت وتشرفت بترأسها خلال 3 أشهر هي 5 أولويات: تعالج الفقر، البطالة، الخدمات ومكافحة الفساد والإصلاحات الاقتصادية. الإصلاحات الاقتصادية تأخذ حيز كبير من عملنا باتجاه تنويع مصادر الدخل، استثمار الموارد الطبيعية الهائلة في بلد مثل العراق فضلا عن الموارد البشرية. بنفس الوقت أنا أعمل على إصلاحات هيكلية في الاقتصاد وإصلاح جذري في النظام المالي والمصرفي لكي يتماشى مع النظام العالمي. بالتأكيد العراق يضع أولوية التغيرات المناخية كتهديد وجودي للعراق بحكم للأسف الحرق الغاز المستمر نتيجة إنتاج النفط. العراق ينتج بحدود 4,600,052 برميل يوميا، لم تستثمر الحكومات السابقة هذا الغاز، يحرق ويؤثر على المجمل المناخ هذه الغازات الدفيئة والاحتباس الحراري تأثيراتها بشكل سلبي وكبير على العراق، فضلا عن شحة المياه والتصحر. هذه مشاكل بيئية تضعها الحكومة كأولوية في ضمن معالجاتها. وأيضا نتوجه للطاقة المتجددة كخيار أساسي. على المستوى الأمني العراق انتصر على الإرهاب، واليوم قواتنا بمختلف صنوفها وتشكيلاتها على درجة عالية من الكفاءة والمقدرة التي تحقق وتحافظ على الأمن والاستقرار في العراق وتساهم بالتعاون مع دول المنطقة مع التحالف الدولي الموجود من أجل إدامة هذا الاستقرار وهذا الأمن. بدأت بإصلاح القطاع الأمني الذي لم يشهد خطوة في إصلاح هذا الواقع منذ سنوات. لا ندعي أن الوضع كان مثالي لتشكيل القوات الأمنية بعد 2003، لذلك بعد هذه الفترة بعد مرور 20 عام أجد أن الإصلاح الأمني استحقاق مهم. علاقتنا مع وجود التحالف الدولي موقفنا واضح وصريح، لا نحتاج لقوات قتالية ولكننا نحتاج إلى بعثات من المستشارين لإدامة أعمال وبرامج التدريب والتبادل الأمني والمشورة والتمكين بالشكل الذي يؤمن استمرارية التحقيق النصر على الإرهاب. أكيد هناك تحديات، الوضع في سوريا يمثل تحدي على المستوى الحدود العراقية السورية، وجود المخيمات، مخيم الهول، سجون تضم عدد كبير من الإرهابيين عامل مقلق للعراق ولدول المنطقة. العراق سحب أعداد كبيرة من المواطنين في هذه المخيمات ونأمل من دول العالم أن تبادر بنفس الخطوة. على المستوى السياسي العراق اليوم البلد الذي استطاع من خلال
نظام الدستوري من خلال نظام القانوني أن يسيطر على عملية الاختلاف والتباين في وجهات النظر وينتج اتفاق سياسي أفضل لتشكيل الحكومة. هذه علامة صحية على النظام السياسي وتطور وتمسك الشعب العراقي في النظام الديمقراطي. حكومتي تسعى إلى توفير الأجواء التي تضمن المساواة لكل العراقيين وتشعرهم بأنهم مواطنين من الدرجة الأولى بدون أي تمييز. هناك أقليات دينية عرقية مكونات، نعمل باستمرار ومن خلال عدة برامج على إعطائهم هذا الشعور بالإطمئنان ومبدأ المواطنة والعدالة الذي يمكن أن يسود. قطعنا شوط مهم في تدليل العقبات والمشاكل العالقة بين بغداد وأربيل، وإن شاء الله خلال هذا العام سوف ننهي تشريع واحد من أهم القوانين المتعلقة بالنفط والغاز. شكرا معالي الرئيس، كان ذلك شرحا شاملا ومثمرا حول الأربعة الأشهر الأولى لك كرئيس وزراء، لكنني صدمت بشيء مما ذكرت وهي أننا تغلبنا على الإرهاب. هل تشعر حقا أن المجاميع الإرهابية قد تم التغلب عليها في العراق ولا سيما تنظيم داعش؟ نعم، بكل ثقة نقول لا وجود لداعش على الأرض العراقية. هم مجموعة مجاميع أفراد مطاردون من قبل قواتنا الأمنية وأصدقائنا. داعش انتهى عسكريا وميدانيا في العراق، لكنه يستغل بعض الثغرات، خلايا موجودة أيضا الحدود مثل ما ذكرت في بداية حديثي مع سوريا، ممكن ينفذ منها ويقوم ببعض الأعمال. نحتاج تعاون المجتمع الدولي وفي مسألتين مهمة، في استرداد المطلوبين للإرهاب وكذلك استرداد إيقاف التمويل. لا زال التمويل عامل خطير، شبكات موجودة في دول العالم، في أوروبا، في كل دول العالم تمول هذه المجامع الإرهابية. الإرهاب يستهدف الجميع، لا يستهدف فقط العراق، والتكاتف والتعاون هو الذي يلحق الهزيمة النهائية به. معالي الرئيس، ذكرت أيضا بأن العراق ليس بحاجة إلى القوات القتالية، في حين سبق وأدليت بتصريح إلى صحيفة الول ستريت قبل عدة أسابيع بأنك ستدعم استمرار تواجد قوات بعثة الناتو في العراق. هل يمكن أن تتوقع لنا كم من الوقت ترى أن هذا التواجد الإرشادي للقوات الدولية سيبقى ضروريا في العراق؟ هذه الحكومة تبنت من مباشرتها فتح حوار على مستوى الأجهزة الأمنية المختلفة لتحديد احتياجاتها في شكل العلاقة المستقبلية مع قوات التحالف الدولي، وبدأنا في هذا الحوار والنقاش لتحديد أوجه المهام للمرحلة القادمة، سواء كان على في مجال التدريب، في مجال تبادل المعلومات، في مجال التمكين، وتحدد أعداد المستشارين بتوقيتات زمنية في أماكن بالشكل الذي يحافظ على سيادة العراق وبنفس الوقت يحقق العمل المشترك بإدامة زخم الانتصار على داعش. هذه الرؤية شعبيا سياسيا هي التي تحظى بالقبول، وهي معبرة لكل التطلعات التي تريد أن استمرارية التعاون، تطوير أداء أجهزتنا الأمنية، التعاون مع دول المنطقة والعالم، وبنفس الوقت نحافظ على سيادة العراق واستقلاليته. هل ترى أن من المحتمل في المستقبل قد يشهد العراق انخفاضا في عدد البعثات القتالية الأمريكية والناتو في الحجم الإجمالي أو في المواقع؟ هل تراهم يعززون المواقع بشكل أكثر؟ هل هنالك تردد من قبل الحكومة العراقية أو الشارع العراقي في استمرار دعم البعثة؟ هذا الوجود وطبيعة المهام والأعداد والأماكن يحدده الحوار وما تقدمه الأجهزة الأمنية التي تعمل بشكل مشترك. نحن يوميا نعمل بشكل وثيق بين الأجهزة الأمنية مع المستشارين لاستهداف الإرهابيين، هناك علاقة تعاون وعمل مشترك. طبيعة الوجود
والمهام والمدة الزمنية تحدده هذه الحوارات والتي تجرى بشكل مهني. الموقف المهني وتحديد الحاجة هو الفيصل في رسم شكل العلاقة. القضية الأخرى، العراق لا ينظر إلى الولايات المتحدة فقط من خلال التعاون الأمني. الولايات المتحدة شريك استراتيجي للعراق، ولدينا اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تضم مجالات مهمة في الاقتصاد، في الثقافة، في العلوم، وكان لدينا وفد في واشنطن تحدث ضمن هذه العناوين وهذه الملفات. ذكرت سابقا أيضا في مقابلة مع صحيفة الوول ستريت بأنه يمكن للعراق أن يتمتع بعلاقة جيدة مع الولايات المتحدة وإيران. إنني أتساءل أن يكون الأمريكيون والإيرانيون قد أعربوا عن أي قلق بشأن هذا التعليق باجتماعك مع وزير الخارجية الأمريكي بلينكين، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن تقارب حكومتك من إيران. لم أجد أي تحفظ من أي طرف، لا من الولايات المتحدة ولا من إيران. إيران دولة جارة نرتبط معها بعلاقات تاريخية ومشتركات كثيرة على مختلف الأصعدة، اقتصادية، شعبية، دينية، وبنفس الوقت علاقتنا مع الولايات المتحدة علاقة استراتيجية، شريك استراتيجي لنا، ساهم في عملية التغيير، في دعم العراق في حربه ضد داعش. إقامة العلاقة المتوازنة وفق هذه المبادئ لا أعتقد تثير حفيظة أي طرف، وهي مقبولة وفق قاعدة المصالح، المصلحة الوطنية للعراق. أتى في لقائك مع بلينكين بأن الولايات المتحدة ستقف معك في محاربة الفساد الذي أعرته جزءا كبيرا من النظام السياسي الخاص بك. ما هي خططك في القضاء على الفساد في حكومتك؟ وهل تعتقد بأن المؤسسات ستدعمك في ذلك؟ ابتداء، الفساد للأسف في العراق تحدي خطير يهدد كل برامج وخطط التنمية والإعمار، وأثر بشكل واضح على زعزعة الثقة المجتمع العراقي بالنظام السياسي وبالعملية السياسية، وكانت واحدة من أسباب عزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات هي ضعف القرارات والإجراءات الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة. لذلك وضعت هذه الأولوية، هذا الهدف ضمن الخمس أولويات للحكومة، وبدأت أولا بإصلاح المؤسسات الرقابية المعنية بمكافحة الفساد. هذا أمر مهم حتى تنتقل إلى خطوة ملاحقة الفاسدين. ثم بدأنا بأسلوب أو بترتيب أولويات أستطيع أن أقول هو لأول مرة بعد 2003، وهو استرداد الأموال واسترداد المطلوبين وتعقبهم في مختلف دول المنطقة. هذا أيضا فيه أن العراق يحتاج إلى تعاون المجتمع الدولي. العراق عضو بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد. في زيارتي هذه لميونخ كان لي لقاء مع الأمين العام للأنتربول، وطلبت منه مزيد من التعاون في استرداد المطلوبين، استرداد الأموال، التزام دول العالم بالتعاون مع العراق في هذا الهدف. الفساد والأموال التي يترتب عليها هذه الظاهرة هي جزء من تمويل الإرهاب، وبالتالي هي تشكل خطورة ليس على العراق وإنما على المنطقة. هل تعتقد بأن جزءا من أموال الحكومة العراقية المهربة قد استخدمت في دعم الإرهاب لا سيما إرهاب داعش؟ نعم، أكيد أكيد. جزء من الفساد الذي استشرى في مؤسسات الدولة منذ عام 2003 كان يمول الإرهاب. أنا أتحدث عن تجربة، كنت متواجد في كل مؤسسات الدولة من 2003. I want to take some questions from the audience, and I believe we have some Iraqi journalists in the audience as well. I want to take maybe two at a time because I know we'll be there's probably going to be a lot of them. So, thank you. If you'll allow me, I'd like to ask the question in Arabic. مرحبا دولة رئيس الوزراء، مينا العريبي من صحيفة The National، مقيمة في أبو ظبي ولكن عراقية. أحب أسألكم عن موضوع النازحين. دولة بمقدرات العراق ما زال لديها قرابة مليون أو أكثر من مليون شخص في مخيمات النازحين.
طبعا الحكومة ما زالت جديدة ولكن تسعى لحل هذا الملف. كيف يمكن تخصيص أموال ومساعدات لعادة تأهيل من نزح من داره لسنوات كثيرة الآن؟ شكرا. شكرا جزيلا. طبعا العدد أقل من المليون وفق الصعيات الرسمية تتراوح بين 500 و600، وهذا أيضا عدد كبير. يجب أن نغلق هذا الملف وهو ضمن أولويات الحكومة. نعمل بعدة اتجاهات، ابتداء بإزالة كل المعوقات اللي تعترض عودة النازحين خصوصا الجانب الخدمي، لكن هناك رغبة لكثير من الذين نزحوا وخصوصا المتواجدين في إقليم كردستان، لأنهم استقروا في هذه المناطق وتأقلموا في ممارساتهم الحياتية والمعيشية. هناك مناطق اتفقنا على إعادة الإعمار فيها، خصصنا مشروع لإعمار سنجار وسهل نينوى، وضعت فيه تخصيصات في موازنة 2023، ومن المؤمل أن نباشر به خلال هذا العام. ميم. دولة رئيس، سعيدة أن أشوفك مرة ثانية. أنا ابتسام الكتبي من الإمارات. عندما تقابلنا في ديسمبر أنا خرجت بانطباع أن هذا الرجل لديه رؤية واضحة وخارطة الطريق، وقلت لي أنك تعرف أولويات العراق بحكم أنك قادم من داخل العراق. الحديث عن الأولويات الداخلية، لكن معاليك أنت أيضا خرجت إلى الإطار الإقليمي وتقابلت مع الإطار الدولي، ما هي أولوياتك على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي؟ شكرا جزيلا دكتورة، وسعيد أيضا أنك في مرة ثانية. أنا أجد أن العراق له دور ريادي، دور طبيعي، ليس دور يبتغيه أو يتقمصه، وإنما الوضع الطبيعي لدولة مثل العراق بهويته الوطنية بجغرافيته بتاريخه بحضارته أن يكون رائد في المنطقة، ويعمل على أن يكون العراق نقطة التقاء لكل دول المنطقة والعالم. هذا التوصيف الذي أجده يتلائم مع بلدي العراق، لذلك كانت زياراتي بهذا العنوان مع الأشقاء. عقدنا سلسلة لقاءات مهمة، وحاليا هناك فرق عمل تعمل للإعداد لمشاريع استراتيجية اقتصادية تمثل شراكات منتجة لبلداننا وللمنطقة والعالم. بهذه الكيفية، بهذه الرؤية، سوف يكون العراق مؤثر، وفعلا مثل ما ذكرت يؤسس لهذا النظام الإقليمي القائم على التعاون والتعايش. قدرنا أن نكون أيضا في منطقة لدينا جوار من الأصدقاء إيران وتركيا، وهنا أيضا للعراق إمكانية أن يلعب هذا الدور في التقريب بين وجهات النظر المتباينة بما يعزز استقرار وأمن المنطقة. شكرا جزيلا على التقرير السيد رئيس الوزراء. أنا سأسألك أيضا باللغة العربية عن السوق في أوكرانيا. لدي سؤال واحد بالنسبة للعلاقات التجارية والاقتصادية مع البلدان الأخرى. ما هي البلدان الأكبر الأصدقاء في مجال التجارة على مستوى جيسي أو ربما على مستوى إقليمي؟ وما هي الآن اللقاءات مع الكويت ومع تركيا؟ شكرا جزيلا. العراق منفتح على كل دول المنطقة والعالم في شراكات اقتصادية، منفتح في مجال التبادل التجاري. للأسف هذا مؤشر على ضعف الإنتاج الوطني والصناعة التي وضعناها ضمن أولوياتنا، لذلك لدينا تبادل تجاري مع مختلف دول العالم بما تحتاج السوق المحلية. بالتأكيد الكويت دولة جارة ولدينا علاقة تاريخية، نعمل على إزالة كثير من الملفات العالقة،
ونذهب إلى أفق التعاون والعمل المشترك. هناك سعي متواصل من قبل مؤسسات الدولة في العراق لجذب الاستثمارات وخصوصا الخليجية بحكم القرب والمعرفة والتجربة الرائدة في مختلف المجالات، وهذا أيضا أمر مفتوح لكل الشركات الأجنبية. العراق بلد واعد فيه من الفرص الكثيرة التي تستقطب الأموال والاستثمارات. هل لك سيادة الرئيس أن تقول لنا ما هي الرسالة التي تريد أن توصلها إلى المستثمرين في العراق؟ الاستثمار موجود في العراق، هناك كبريات الشركات العالمية في قطاع النفط، في قطاع الغاز، في الكهرباء، في التجارة. العراق يعجب الشركات، ومع ذلك هو الآن يمتلك المزيد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات. لدينا قانون استثمار هو الأفضل في المنطقة، هناك تشجيع للمستثمرين، هناك مزايا كثيرة قدمناها للاستثمار. خلال زياراتي الأخيرة أكدت على الاستثمار في قطاع الغاز الذي ممكن أن يعزز إمدادات الطاقة، سوق الطاقة في العالم. مساء الخير دولتي الرئيس، معها يحيى من مركز كارنيجي في بيروت. كنت أسألك سؤالين سريعين بالنسبة للاستثمار وموضوع الاستثمار، يعني أحد تحديات العراق الأساسية وده له علاقة كمان بالفساد هو بناء إعادة بناء المؤسسات. بقى شو الخطة اللي عم بتقوموا فيها لإعادة بناء المؤسسات؟ لأن بدون ثقة المواطن العراقي حيكون عنده ثقة بالمؤسسات ولا اللي حيجي من الخارج. سؤالي الثاني، دور بغداد كانت عم تلعب دور ريادي بالتقريب بين المملكة العربية السعودية وبين إيران بالحوار، هل هذا الدور مستمر وكيف بتشوف تجلياته وين صرته؟ نعم، تحرص الحكومة على مراجعة البيئة الاستثمارية في العراق وتحسينها من خلال تشريعات وقرارات، وهذه المراجعة مستمرة. لا أبالغ أنها كل شهر لدينا مراجعة مع المؤسسات، مع المستثمرين، مع القطاع الخاص. أنا أشركت القطاع الخاص في المجلس الوزاري للاقتصاد، هذا المجلس المعني بإصدار القرارات المهمة. وجهت الدعوة لاتحاد الصناعات، اتحاد الغرف التجارية، أن يكونوا أعضاء دائمين في المجلس الوزاري لكي يشاركوا المجلس في اتخاذ القرارات، وهذه خطوة داعمة لهذا القطاع. على صعيد القوانين، نحن لدينا قانون الاستثمار وتعديلاته، لدينا قوانين أخرى داعمة للشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام. نعم، الروتين أحد السلبيات التي تؤشر على مؤسسات الدولة. وضعنا وحدات معينة في مكتب رئيس الوزراء تتابع ملفات المستثمرين خصوصا الشركات، وندلل المعوقات التي تعترض طريقهم. التقريب بين المملكة العربية السعودية وإيران هذا ضمن دور العراق الذي نعمل على إدامته والاستمرار به، وهو أيضا يحظى بقبول الطرفين. مساعينا مستمرة، ومن المؤمن قريبا إن شاء الله نحقق أو نعاود اللقاءات التي توقفت الفترة الماضية. وجدت استعداد ورغبة جادة من قبل البلدين في إدامة هذا التواصل برعاية عراقية. عباس الخشالي من قناة دويتشة فيلة الإعلامية. السيد رئيس الوزراء، القطاع العام في العراق يطلق عليه أحيانا بالفساد المقنن، لأن الكل يبحث عن وظائف في الدولة العراقية لأن الرواتب مضمونة، بينما القطاع الخاص أطلاقا غير مدعوم. ما هي خطتكم لتجديد القطاع العام إلى حد كبير؟ وهل الأموال تصرف أكثر ما تصرف أموال النفط التي تأتي من النفط تصرف على القطاع العام كرواتب وتذهب إلى قوى شرائية بعد ذلك، ولكن القطاع الخاص كيف يمكن دعمه بشكل حقيقي؟ واحدة من إشكاليات الدولة العراقية هو فلسفة العائلة المبنية على والمواطن العراقي على الوظيفة كمصدر رئيسي للدخل. تجد أن الذي يتخرج من الجامعة مستعد أن ينتظر 5 سنوات
لوظيفة حكومية على أن يباشر في شركة أو في كلية أهلية أو في أو يأخذ قرض ويؤسس مشروع. هذه إشكالية حقيقية نعمل عليها من خلال أولا إيقاف التعيينات بعد أن أكملنا تثبيت العقود والأجور اللي كانت مصدر تظاهرات طيلة السنوات الماضية، وبنفس الوقت فتحنا عدة أوجه على مستوى التشريعات. البرلمان بصدد التصويت على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، وهو قانون يمثل إصلاح هيكلي حيث يوازي بين المزايا الموظف الحكومي مع العامل بالقطاع الخاص، وهذا ما ينتظره العاملين في العراق. ثانيا حجم الاستثمارات والمشاريع الاستراتيجية سوف تولي فرص عمل كثيرة. ثالثا وضعنا بحدود 400 مليون دولار في صندوق القروض الصغيرة هذا العام، فضلا عن أنشطة البنك المركزي لإعطاء القروض الميسرة للشباب لتأسيس مشاريع. كما تعلمون فإن لدينا بعثة في بلدكم وهي جزء من جدول الأعمال الاستشارية بالإضافة إلى خبراء في الأمن الإنساني، وهذه أول مرة يكون للناتو منذ بدايتها ضمن بعثتها الموضوعية أو الإيجابية في دعم هذه المنطقة والتي ضمن مسؤوليتنا، ونخطط لزيارة للبلد قريبا. وفيما يخص الزيارة في دعم الاتفاقية المقدمة بشأن الإعمار، وإذا لم أكن مخطئة فقد قمنا بتعيين مستشار خاص لأمن السلام الإنساني، ولدينا المزيد حول هذا الموضوع. ابتداء نرحب بزيارتك للعراق ومستعدون لتقديم التسهيلات في عملك. بالتأكيد المرأة العراقية كانت جزء من ملحمة الصمود في الانتصار على داعش، في الصمود على مختلف الظروف الصعبة التي مرت في تاريخ العراق، في حرب الثمانينات، في حصار التسعينات، ما بعد 2003. عمل الحكومة الآن باتجاه تشريعات في مجلس النواب، وبنفس الوقت في تأسيس الدوائر أو تفعيل الدوائر اللي موجودة التي تمكن المرأة سواء على صعيد العمل، لأن نسبة البطالة لدى الإناث في العراق هي أعلى بكثير من الذكور بسبب الظروف والتقييدات الاجتماعية. هناك قوانين داعمة للمرأة وللأسرة خصوصا ما يتعلق بالعنف الأسري. العراق جزء من اتفاقيات المرأة، التمييز العنصري، كثير من الاتفاقيات الدولية وهو ملتزم بها ويقدم تقارير دورية إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف. نحاول أيضا أن نستقطب المنظمات الفاعلة في برامج عمل مشتركة مع الوزارات بالشكل الذي يخدم المرأة ويعزز من دورها ويمكنها من ممارسة هذا الدور لضمان حقوقها في البلد. لا ننسى مشاركتها السياسية. We're running short on time, but we'll take one or two more questions. Thanks. مرحبا دولة الرئيس، أنا سلمين جوهري من ليبيا، أعمل بوزارة الخارجية ليبيا. من باب الاستفادة من التجربة العراقية كون هناك تشابهات كبيرة يعني في الماضي وفي أيضا المقدرات والموارد بين البلدين، هل هناك إصلاح يعني ما تقييمك للإصلاح بما يخص المؤسسة الأمنية في العراق؟ هل نجحت الجهود الدولية والمحلية أم هناك تعثر؟ بمعنى أصح الانقسامات السياسية والاختلافات السياسية والاجتماعية التي حدثت أو تحدث هل تؤثر بشكل كبير على إصلاح المؤسسة الأمنية؟ أسألك هذا لأن نحن أهملنا إصلاح المؤسسة الأمنية بعد الثورة وبتأثر بشكل كبير في الوضع السياسي الحالي. شكرا لك. شكرا جزيلا لكم. أنا ذكرت في بداية حديثي أنه آن الأوان للقيام بإصلاح للمؤسسات الأمنية، وعلى هذا الأساس شكلت لجنة برئاستي وعضوية مؤسسات الدولة ومستشاري أيضا للشؤون الأمنية لبدء بهذا الإصلاح على صعيد التشريعات ومراجعة أداء المؤسسات.
تعرفين جنابك، العراق من 2003 دخل في حرب مفتوحة مع القاعدة، مع داعش، مع جرائم جاء إلى العراق من مختلف دول العالم، الإرهابيين والقتل والخراب. وكانت العملية عملية الدفاع عن النفس، يقوم بها المواطن العراقي في القرى، في القصبات، في المدن، ضد عدو لا يميز بين المواطنين الأبرياء وبين المقاتلين. بالتأكيد بعد انتصارنا الواضح ولله الحمد بملحمة تسجل للشعب العراقي بكل مكوناته وأطيافه، الآن بدأنا بمراجعة أداء هذه المؤسسات. وعلى العكس أجد أن القوة السياسية داعمة لهذا الإصلاح، وهو جزء من الاتفاق السياسي الذي شكلت بموجبه الحكومة، 280 نائب بمختلف القوى السياسية وضعوا كبند أساسي في برنامج الحكومة إصلاح المؤسسات. هذا يعطينا كحكومة قوة من هذا الطيف السياسي المهم. We're just about out of time, but I want to ask you one question. أريد أن أطرح عليك سؤالا آخر. قد ذكرت مخيم الهول في ملاحظاتك الافتتاحية، وكنت هناك قبل أسبوعين في الواقع. إن أكبر عدد من السكان هناك هم من العراقيين، وأعلم أنك تسترجع للوطن 600 أو 700 شخصا شهريا، لكن المشرفين على المخيم قالوا أن هناك شيئا واحدا من شأنها أن يساعد حقا في عودة عدد أكثر من المواطنين وبشكل أسرع. إن بعض الأطفال على وجه الخصوص سيتم مجرهم إلى داعش إذا لم يتمكنوا من الخروج من هذا المخيم والعودة للعراق. هل يمكن لحكومتك أن تفعل المزيد لمساعدة بعض هؤلاء الأشخاص؟ مخيم الهول وفق الإحصائيات يضم بحدود 60,000، 50% منهم من العراقيين. تعمل الحكومة لفترة كل شهر على إعادة 150 عائلة عراقية وإدخالها إلى مخيم جدعة لإجراء عمليات التدقيق والتأهيل النفسي قبل أن يتم إعادتهم إلى مناطق سكنها. هذا الدور التزم به العراق حرصا على مواطنيه وإعادة إدماجهم بالمجتمع، وبنفس الوقت لخطورة بقائهم في هذا المكان. وجود هذه العوائل، وجود هذه الأعداد كل يوم هو خطر، خطر على الأطفال، على العوائل، على المنطقة، لأنهم يتعرضون إلى غسيل من أدمغة وفق أفكار أيديولوجية. ما نأمله من الدول العالم أن تبادر بنفس ما بادر به العراق بإعادة مواطنيهم، هذا الذي يجب أن يكون. أيضا هناك نشاط خجول من المنظمات الإنسانية اللي موجودة في العراق في دعم العوائل العائدة، خصوصا الذين فقدوا منازلهم ومصادر معيشتهم. يحتاج الأمر إلى تعاون وتواصل في سبيل غلق هذا المخيم. سيد الرئيس، شكرا جزيلا لكرمكم، لقد تلقيت العديد من الأسئلة اليوم، شكرا مجددا.